انا طلبت على زعتر يجي يجيب لي صفيحه. هاي جبنه، هاي جبنه هبل شو ايه، هاي جبنه، هاي ليمون. الله يسلم هالديات، ما فينا نمرقها بلا ترويقه. وصلت منقوشة الزعتر، هيدي يلي انا طالبتها صراحه. هذا الأورانج لمودو. هدي بشو عم تنفخ؟ هديتي على الأسنان؟ ايه شو حلو؟ وين الأصفر الثاني؟ لسا في واحد أصفر، وين؟ لسا في واحد أصفر، وين راح؟ حطيت جهتي؟ أنت مش أصفر نقيت؟ مع أحلى حكيمة الأسنان. شو بك بتنفخها؟ لكل الأولاد قد إيه بكيفوا على هيك قصص؟ وينه؟ وقد ايه بحبوكي؟ هو البالون عن جد ليكي بيزرع محبة، سبحان الله. ما فيكي تحكيها؟ خلص مشي الحال هيدا هو. يسعد لي اوقاتكم حبايب قلبي، كيفكم؟ بتمنى تكونوا كلكم بألف خير. انتم عم تشوفوا فيديو اليوم بالمشوار الماضي لما جيت عند حكيم اسنان، في كذا حدا سأل كذا سؤال وكذا استفسار. انا حاحكي لكم انا تجربتي. هلا مشوار الماضي لما جيت كان بس تشيك اب انه انا شو صار معي وليش انكسر الضرس، وعطوني موعد لليوم. اليوم الموعد لكل العائله صراحه، جبت اولادي يعني عملنا تشيك اب لاسنانهم، وشفتوا دكاترة الاولاد الصغار ولا اهضر من هيك، حتى الكبار صراحة كثير نفسيتهم طيبة وكثير اخلاقهم عالية، وبيخلوا نفسية المريض هيك يعني ما بيخاف من حكيم اسنان. انا لهلا انا بخاف من حكيم اسنان، بس عن جد لما بيجي لهون، بالاول كنت روح على غير محلات كثير كنت اعتلهم، اعتلهم ابرة البنج، اعتلهم هذا اللي بيحطوه مشان يعملوا الدرس القالب، هون ابدا ما بعتل ايام. فقبل شو عملوا لي صوره مشان يعرفوا لي شكلي وين. حنشوف حنصلح الاضرار الموجوده وبحكي لكم من بعد ما اخلص. يلا ابرة البنج، يلا شي ما احلى دكتوره هيدي، ما بتوجعك ابدا. جاتي شي لنا؟ أبداً ما حسيتي؟ عن جد أبداً، ما شاء الله، الله يبارك، كثير إيدي شو ليلى؟ ايه بلش بلش يتخدى. تمام؟ ايه تمام. هلا بعد ما اخذت الابره عن جد ما شاء الله، الله يبارك ايدها للدكتور، يعني انا طبعا يعني كثير خفيفه ايدها. بس بلشت ما بقى عم بحس. اخذ صوره شوي شوي. طبعا سمعت الدكتور عم بيقول انا مودة؟ شو بدك؟ نعم؟ كلي بالون. كلك بالون؟ شو هالبالون؟ حلو؟ يا حرام، على قد ما اتضايق من البالون اللي معه نفس، مفروض يمكن ما بقى. ايه لا بتعرف حنقله لأ.
البالون، شو رأيك؟ نقول له للبابا يربطه؟ ايه طبعا يلا انا بدي اياه. هلا بنحط له عين هون وعين هون وبنحط له واحد عم يضحك. بصير ديك، بصير ديك كده. آه. واو واو شو حلو حلو حلو. هيا يلا روح. دكتورة كثير ايدها خفيفة كثير. اهلا فيكي دكتورة، بس عن جد ايدك تسلمك كثير خفيفة حبيبي تعلمي. يلا فينا نمرق من هون بدون ما نشرب عصير هذا القصب. على فكره هو الوحيد اللي هون ببيع هذا العصير. ليكو هلا الصبي دور المكنه لحتى يبقى ها بلش يحط العصايه. شو هذا يهدي ابوكا؟ سلموا لك صبور. ما بتفوت القصبة؟ هيدي مع اساس طالبين عصير القصب. شو عم تشرب؟ برتقال؟ ما فيني شوف العصير برتقال ما ما جربوا. شو عم ببيع هيدا قولك؟ شمام بعتقد. ايه شمام. اسم الله اسم الله. رجعتي على الشمام ولا هيدا؟ ما شاء الله. قد ايه كيلو الكرز؟ كرز 35. 35 والمشمش؟ بالراين هذا 20. اها 20. ما شاء الله بلادنا بلاد الخير الله يبارك. هي 10000 على السكين. كيلو؟ على السكين وعلى الدواء. على فكرة أنا هذا الشمام بجيبه على البيت وبعمله عصير، بحطه ببريق الكوكتيل وبحط معه شوية سكر إذا كان سكراته مش كتار، يعني منه حلو كتير، فبيطلع كتير طيب عصير الشمام عادي، بس منقشره منحطه ببريق الكوكتيل بدون أي إضافات، بس إذا كان سكره مش كتير منضيف سكر، بيطلع أطيب عصير خاصة بأيام الصيف. حطوله هيك كم تلجي يا سلام. إجا هيدي. شو هيدي؟
يسلم هديت. هدي لونه بتحس لونه كأنه عمت ايدي بتحس لونه كأنه عصير تفاح اخضر. ايه صح. تبارك الرحمن. فريش. انا كتير بحب هذا العصير اكتر من اي نوع تاني لانه ناتورال، يعني بيجيب القصب، اخشاب القصب مثل ما شفتوا قدامكم، وبيعصره وخلص دغري يعني للاستهلاك. شوفوا كيف الرغوة ما شاء الله. لندوق. بسم الله. كتير طيب، حلو كتير. على فكرة هيدي بتعرف شو مشكلته الوحيدة لهذا العصير؟ انه ما انه بارد. يعني هلا طلب اي عصير تاني من عنده بتلاقيه بارد الا هيدا. هو بيعصره دغري. لما بيعصره بيعطينا اياه دغري. هو اصلا ما بينحط بالبراد. ايه مزبوط. هيدي اذا حطيناه بالبراد بيغير لونه او لك؟ ما بعرف. معقول يغير لونه؟ كنت عم بحكي للمتابعين قبل شوي على عصير الشمام. يا هيدي ذاكر لما عصرت لك، هلا عصرت لك، لما خلطت لك الشمام بالبريق الخلاط ما كان طيب؟ كثير كثير كان طيب. على فكره اهلنا العراقيين بيعملوها مثل ما انا عم اقول، بيحطوها ببريق الكوكتيل. جربوها هلا، انا لانه كثير عجبتني الفكره عم اقول لكم عليها، جربوها وقولوا لي رايكم. صحتين صحتين. نحن بنجيب معنا كيس للزباله، ما بنكب زبالتنا على الطريق، لا وبنعصرها بنخفف حجم الزباله. لاحظت انه العربيات كلها وقفوا حدنا هلا؟ لا اكيد، يعني ما بعرف شوي تاني بيصير في صف عربيات هون. بدهم يسترزقوا. الله يرزق العباد يا رب، الله يرزق الجميع. هيدي عم يشتري لنا شمام، لما ذكرته بعصير الشمام دغري راح اشترى شمام. يسلمون. اشتهيت عصير الشمامة هيك؟ لو انا بحب اشتري من هول تاع العربيات يا هيدي. لكن ريحتهم بقول الله يرزقهم. ريحتهم كثير حلوة. شممنا؟ يعني تحسي ريحته هيك عن جد. هذا بيقول لك ريحة الشمام. ريحته حلوة. ريحة حلوة. لا عن جد غير هيك يا هيدي، بحس هول تاع العربيات انه حلو الواحد يشتري من عندهم ويشجعهم، يسترزقوا بالحلال. والله. لكن مش دايما. ليه مش دايما؟ لحلك ليش؟ ليه؟ يعني يوم انت عم تشتري من عند واحد معه عربية، ايه لا بيدفع ضريبة ولا شيء، ايه بعكس اللي عنده محل مثلا عم يدفع عليه ضريبة بلدية. طب يمكن ما معه يا هيدي يفتح محل. ايه ما معه يفتح محل. طب شو ذنبه تبع المحل هذا اللي حط دم قلبه على محل مثلا؟ فهمت وجهة نظرك. ايه عرفت كيف وجهة نظري؟ يعني عم اقول لك انا انه الواحد بيشتري بس ما انه والله يقول يعني هدول هن لازم نحن على طول نشتري منهم وما نشتري من المحلات الثابتة. صحيح. ولا تنسي انه المحل الثابت دائما يعني في احتمالية كثير كبير انه ما يغش، لانه خلص لانه سيدي. ايه بده يكسبك زبون. ابدا. اما تاع العربيات متجول. ايه صح. وين بدك تمشي بقى؟ هلا حي كتبوا لي يا ليلى قبل شوي كنت عند حكيمة اسنان ليش بلشتي تاكلي وتشرب؟ اشرب يعني مش اكل. هي قالت لي دكتورة اسنان بس يروح مفعول ابرة البنج فيك تاكلي وتشربي، فتقريبا راح المفعول. خاصة عصير قصب السكر. يا ماما عن جد كثير كثير طيب يا هيدي. بقى ليلى انا عم اقول لك اياها انه صاحب المحل عنده ضريبة بده يدفع، عنده ضرايب، عنده عرفتي كيف؟ الله يرزق جميع يعني العباد. كهرباء، مي، يمكن اشتراك كهرباء، خاصة ببلادنا يعني بيدفع الفاتورة الكهرباء مرتين، ضريبة على النظافة للبلدية وما بعرف ايش وترخيص الدنيا. بينما صاحب العربية ما عنده كل هالاشياء، يعني عم بيربحوا. ايه بس كمان الله يساعدهم، يعني انا بزعل عليهم ما بعرف ليه. كله يعني هلا بالنهاية الله يرزق الكل. امين رب العالمين. الكل. بس خطأ نقول والله بنشتري من عند هذا أكثر من عند هذا أو لا، ما لنا ميزان يعني. صح. كل من الله سبحانه وتعالى بيبعث له رزقته. هيدي أني أنت عطيتها لهيدي تكب لي اياها بالكيس اللي حده ولا جعلك عشان ما تاخذ مساحه. ابداع يا زوجي العزيز ابداع. وعجقة طرابلس لو كنا على الموتوسيكل هلا كان يا سلام، كنا دغري وصلنا. الله يسلم هديات. ما فينا نمرقها بلا ترويقة. شو هيدا؟ هاي جبنة. الجبنة هاد لشو؟ ايه هاي جبنة، هاي لمود وقفل. ايه سلم دياتها. هاي لقلي؟ انا طلبت على زعتر. يجي يبلي صفيحة. سلم دياتها. تفرجيكم مزبوط قلبها من جوا، بس عن جد شكلها بشاهي. هو كل شيء من عنده هذا الزلمة طيب عن جد. هذا بيعلي من ايش؟ عجينته بحد ذاتها طيبة. فهيدي لحمة مع بندورة وفليفلي وبصل وحر وبهارات وعصرة حامض.
تشبه شوي الصفيحة اللي بعلبكية. وصلت منقوشة الزعتر، هيدي يلي أنا طالبتها صراحة. يا سلام. كتار بتسألوني ليلى شو محتويات الزعتر؟ أنا منزلة عندي بالقناة طريقة الزعتر، عملتها يومتها بالضيعة مع أم حسين الله يوجه لها الخير، ففوتوا وشوفوه، وراح أترك لكم الرابط تاعه بآخر هذا الفيديو. ريحته شمو شمو شي خرافي. هيكو عجينتها حبايب قلبي يلي عم يسألوني على سعر المنقوشي هون بلبنان، سعر المنقوشي هلا دولار واحد، ما هيك هيدي؟ ايه صح دولار واحد، يعني نحن جبنا هلا ما رح اعطي السعر باللبناني لانه السعر باللبناني عم يتغير بين يوم ويوم على سعر تصريف الدولار، فالناس اللي عم تسألني على سعر المنقوشي سعره دولار واحد. هيك اقل من دولار بشوي، يعني اقل من دولار بشوي صغير يعني. بجبني يلي بجبني ويلي بزعتر نص دولار. نص دولار يعني اللي بزعتر كل منقوشتين زعتر بدولار والله يا بلاش. والعصير كل عصيرين كل قنينتين عصير بدولار واحد، صحيح هيدي؟ كل قنينتين عصير بدولار، يعني بدولار ونص بتاكلوا منقوشة وقنينة عصير. فحبيب قلبي بتمنى اكون جاوبت للمتابعين. حبيب قلبي اللي دايما بكتبوا لي ليلى قولي لنا على الاسعار، فهي هي الأسعار. لكن حبايب قلبي أنا هون رح أنهي الفيديو تبعي لليوم، بتمنى من كل قلبي تكونوا انبسطتوا معنا بهالجولة الحلوة واستمتعتوا بعزف الدكتور وانبسطتوا معنا. وآخر شي بدي أقول أني بحبكم كتير يا أحلى عيلة بكل اليوتيوب. ملتقى أنا بفيديو جديد بإذن الله. باي.